الاستاد نطير سريعا على مقر إقامة منتخب الكونغو الديمقراطية مع زميلنا محمد طه. مساء الخير يا طه. مساء الخير عليك زميلي العزيز كريم خطاب، ومساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. بالفعل احنا متواجدين هنا في فندق اقامه منتخب الكونغو الديمقراطيه. خليني اقول لك في الاول، يمكن هنا في حاله من الترقب والحذر الشديد ويمكن الهدوء التام داخل معسكر فريق الكونغو لهذه المباراه. يمكن ما فيش تجول للاعبين داخل الفندق، في طبعا يمكن تعليمات شديده من المدير الفني ومن المدير الاداري على اللاعبين بالتواجد بس في غرف الإقامة وأيضا في مكان المحاضرة اللي يمكن انتهت منذ ساعة تقريبا بعد وجبة الغداء. يمكن منتخب الكونغو لو بدأت معاك منذ قدومه هنا يوم الأربعاء بعد قدومه من القاهرة، يمكن ما خدش ميرانو يوم الأربعاء هنا نظرا للإجهاد، وبدأ في ميرانو من يوم الخميس. ويمكن مستر فلورين أبدأ إعجابه جدا بمدينة الأسكندرية وبفندق الإقامة، وقال إنه هيساعده كتير جدا على الخروج من الحالة النفسية الضغط النفسي، لأن يمكن مدينة الأسكندرية هادية شوية وجوها جميل، ويمكن كمان فندق الإقامة بيطل على البحر، فقال ده مناخ كويس جدا يقدر يساعدني نفسيا على إن اللاعبين تخرج من الحالة الضغط النفسي. يمكن أيضا من المفترض إن اللاعبين هيتحركوا ويمكن حوالي بعد ساعة لربع من الآن. يمكن كان في بعض الأقاويل بتقول إن الرئيس جمهورية الكونغو هيكون حاضر هذه المقابلة. يمكن بسؤال المنسق الإعلامي للمنتخب منذ لحظات قال إن ما فيش أي تعليمات جت بخصوص هذا الشأن، وما تأكدش خالص حضور رئيس الجمهورية. يمكن بعض الجماهير دلوقتي في هذه اللحظات جت من القاهرة عشان تؤازر منتخب الكونغو في هذه اللحظات، هتتحرك معاه من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة. طبعا كلها امل وكلها طموح ان فريقها يحقق المفاجاه زي ما قالوا من سؤالهم من شويه، وقالوا ان اذا كان في مفاجات في البطوله ومدغشقر حقق مفاجاه، فاحنا مفاجاتنا ان احنا نخرج مفاجاه البطوله. ده كل ما لدي من هنا من مقر اقامه الكونغو. اليك الكلمه كريم، تفضل.